هدوء ووادي وفيلا ممكن تسكن فيها وممكن تستثمر. مشروع أليا باشا. يقع المشروع في واحدة من أهم المناطق السكنية في اسطنبول، منطقة باشا شهير، مؤلف من 177 فيلا عم ينبنوا على مساحة أرض 56500 متر مربع. الأنماط بتبدأ من 3+1 حتى 6+1. فينا نقول إنه الفيلا النموذجية هي فعلا فيلا مثالية من ناحية الديزاين الخارجي وأكيد التشطيب الداخلي. صالون واسع ومطل مباشر على الحديقة الخارجية، مفصول بمكان مخصص للجلوس ولطاولة الأكل، المطبخ لجانب الصالون أخذ الشكل الطولي مع واجهة مطلة على الحديقة أيضا وطاولة أخرى للفطور الصباحي. مساحة الفيلا 294 متر مربع مقسمة على طابقين بخمس غرف وصالة. لما نطلع على الطابق الثاني في عنا ثلاث غرف بنفس المساحة تقريبا. الشركة الإنشائية اختارت أنه تصممهم على أساس الكونسبت العائلي. المميز هو وجود غرفتين ماستر بيدروم بدل الوحدة بمساحة واسعة وحمام خاص مع دريسنج روم لوحدة من الغرف. اختيار عناصر الديكور كان منتقى بعناية فائقة ليعطي انطباع الحداثة بالمشروع ومزيج الفخامة والعصرية. أليا باشا حديقة عائلية وهدوء. تواصلوا معنا لتعرفوا أكثر عن مشروع أليا باشا، لأن لأفخم الفلل والعقارات ديل أفضل دليل.